الثيم السنة دي هو Your Craft and the Industry Contrasts and Intersections. الهدف من وجهة نظري من أي موضوع أو أي topic إحنا بنطرحه هو إنه يتريجر حاجة عند المشتركين إن هم يعبروا إن هم يعملوا أفلام مش مجرد أفلام وثائقية أو أفلام إخبارية على قد ما إنها تكون أفلام بتعبر عنهم وتعبر عن أفكارهم. شايف الحقيقة إنه فكرة إنه في مصمم وفي صانع أفلام والاتنين بيتجمعوا عشان يعملوا لنا فيلم دي حاجة مختلفة شوية وحاجة أعتقد إنها مش سهلة إنها تحصل، بس في نفس الوقت هي تشالنجينج وفيها إمكانية إن حاجات كتيرة تطلع مفاجأة بالنسبة للناس كلها وبالنسبة للصناع نفسهم. في اختيارنا للمواضيع اللي موجودة تحت الثيم بتاعنا فكرنا في مواضيع تتريجر حاجات عند صناع الأفلام اللي لسه بيبتدوا وعند المصممين وتبقى نقطة تلاقي ما بينهم هما الاثنين. عشان كده فكرنا في فكرة الأماكن. احيانا الاماكن كتير قوي من صناع الافلام اللي لسه بيبتدوا بيروحوا يجربوا يصوروا اماكن. في بداياتي قعدت وقت طويل جدا بنزل اصور في شارع المعز وبصور جوامع معينه واحاول اكسبلور التاريخ بتاع الاماكن دوت وفيجوالي الاماكن دي ممكن تدي معاني شكلها عامل ازاي، وفي نفس الوقت الاماكن دي احيانا بتبقى نقطه انسبيريشنز للمصممين، احيانا بياخدوا منها افكار لاوبجكتس او لديزاينز او الحاجات تلهمهم، وحسينا انه يمكن الاماكن دي تبقى نقطه تلاقي ما بينهم هما الاثنين. فكرنا في موضوع تاني فكره البيسز الاوبجكتس او الحاجات الصغيره اللي ينفع يتحكي عنها حكايات، وده اللي بيوديني للسب كاتيجوري التاني هو برسبكتيف وفكره وجهه النظر وفكره المنظور. احيانا بتشوفي حاجه من حته بتشوفها من الحته الثانيه بطريقه مختلفه او بشكل مختلف، وده المثير في الاثنين في التصميم وفي الفيلم ميكنج. والسب كاتيجوري الاخراني هو البوينت اوف فيو وجهه نظر الشخص اللي احنا عندنا في الفيلم ميكنج بنقول عليها بي او في، بتبقى زاويه انه الكاميرا بتبقى مكان الشخص وبتتحرك مكانه وبنشوف العالم من وجهه نظره. احيانا ده ممكن يبقى يستخدم كسب كاتيجوري للمشتركين انه يفكروا مع بعض، ممكن يكون لما يتكلموا يكتشفوا انه عندهم وجهه نظر معينه وعندهم حاجه بتجمعهم هما الاثنين فيقرروا هما الاثنين يعملوا فيلم عنها. الهدف من الثيمز ومن السب ثيمز انه هو اطار عام يشجع المشتركين ان هما يعملوا افلام تعبر عن همومهم وعن الافكار اللي بيحسوا بيها وانه عن منظورهم الخاص جدا للعالم، واللي هيخلي من وجهه نظري الافلام دي ناجحه انه لما الافلام يتم عرضها في فيلم ماي ديزاين السنه الجايه سواء الديزاين سين او الفيلم سين لما يتفرجوا عن الافلام دي يحسوا انها افلام بتعبر عن وجهات نظر فريش جدا لصناعها، وبالتالي تبدا تخلق حاله حوار للمجتمعين وللفريقين ان هم يتناقشوا فيها سواء حاجات تخص الديزاين او تخص صناعة الافلام والفيديوهات يعني.